السلام عليكم، مرحبا بكم في دورة جديدة على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على التجارة الإلكترونية، يعني تعريف تجارة إلكترونية الإيكوميرس أو إلكترونيك كوميرس، هي عبارة عن مجموعة من المعاملات بيع وشراء اللي كتتم بين شركات وأفراد واللي فيها بزاف ديال الأشكال كيف ما كيبان لكم في الصورة. وهنا غنذكروا زوج ديال الانواع. دروب شيبين يعني انت كتعرض واحد السلعه للبيع بلا ما تمتلكها، وفاش كتجيك كوموند كتواصل مع البائع الاصلي وكتعطيه المعلومات الشخصيه للمشتري، الاسم، العنوان، ورقم الهاتف، وبالتالي الدور ديالك هنا هو وسيط، والربح ديالك هو الفارق بين الثمن الاصلي للسلعه والثمن اللي حددتيه انت للمنتوج. بالنسبه للناس اللي مهتمه بهذا المجال دروب شيبين، فقمنا سابقا بشرح دورتين خاصتين بالدروب شيبين، الاولى خاصه بالفيزيكال برودكت يعني المنتوجات الحقيقيه، والدوره الثانيه ديجيتال برودكت اللي كنا شرحنا فيه الاي بوك، يعني دوره كامله كذلك. بالنسبه لهاد الدورتين اللي مهتم بهم غنخلي لكم الرابط ديالهم في الوصف ديال هذا الفيديو هذا. والنوع الثاني هو الدفع عند التسليم أو بيمو على ليفريزون، وهذا هو النوع اللي غنخصوا ليه هاد الدورة إن شاء الله. وبالنسبة لهاد زوج ديال الأنواع عندك الاختيار تخدم بمتجر خاص بك، هوستين بلس دومين اللي غادي نشرحوه في الدورة إن شاء الله، أو تخدم كبائع معتمد وتفتح ستور ديالك في إيباي، شوبيفاي أو كوميرس. إذن على بركة الله، كأي تجارة باش تبدأ خصك تحدد ثلاثة ديال المحاور الرئيسية: المنتوج، أشنو غادي نبيع، ومكان البيع، السوق المناسب للمنتوج، ثم التسويق، طريقة الترويج للمنتوج. وكل محور غنتحدثوا عليه على حدة باش ما نشتتوش الأفكار ديالنا وباش الفكرة توصل واضحة وبكل سهولة. دابا البداية كأي مجال جديد عليك خاصك تحط واحد المنهجية باش تفهم الدومين بالزربة وبلا ما تضيع وقت كبير، وأنا غنحاول نحط لكم المنهجية باش كنخدم ويمكن لكم تطوروها إلى ما أحسن. فأول حاجة كندير كندخل يوديمي، هاد المنصة التعليمية الغنية عن التعريف، كنبحث على دورات جديدة وعندها تقييمات إيجابية، وكنبدأ نقرأ دقة دقة وحدايا مذكرة لأخذ الأفكار. ثم ثانيا كنتبع بعض القنوات في يوتيوب اللي كيعطيو معلومات باينة، ونصيحتي لكم عمركم تعتمدوا على فيديوهات ديال قناة وحدة، دائما شوفوا هذا وشوفوا هذا باش كتاخذ أفكار كثيرة، ومن بعد كتدير طرق خاصة بك اللي كتميزك على غيرك. ثم بعدها كندخل المجموعات فيسبوكية مهتمة بالمجال، كنحاول نشوف أخطاء الآخرين ونتجنبها، وأخيرا كنحاول ندير علاقات مع بعض الأصدقاء اللي سابقيني للميدان كيسهلوا علي الطريق بطبيعة الحال. تال هنا رحنا غادي مزيان، دابا أجي نشوفوا عناوين الدروس اللي غنشرحوها في هاد الدورة. تعريف التجارة الإلكترونية وأنواعها. أول الخطوات لبداية صحيحة في التجارة الإلكترونية وكم احتاجوا كرأس مال. أفضل منصة للتجارة الإلكترونية شوبيفاي أو يوكان أو ووكوميرس. خطوات فتح متجر ووكوميرس. البحث عن المنتوج المربح. إنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام، ويوتيوب. الترويج أو التسويق للمنتوج. ثم طريقة إقناع المشتري وتجنب المشترين الغير جديين. إذن حتى لهنا خوتي كانت هذه هي المقدمة البسيطة للدورة ديالنا. ما تنساوش بارتاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش نوصلوا هاد الدورة لعدد أكبر من الأصدقاء. وبغيت هاد الفيديو يجيب لي جيم بزاف باش إن شاء الله تحفزونا نعطيو أكثر وأكثر، لأن هناك معلومات قيمة وأسرار اللي غادي تعرفوها لأول مرة إن شاء الله على التجارة الإلكترونية. إذن إن كانت هذه هي أول زيارة لك للقناة، ما تنساش الإشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك فيديوهاتنا أول بأول، ودمتم في رعاية الله.